قربوا الانتخابات عاوتاني. السلام عليكم. واش ولا السر الفلاني ديال سيدي باسم؟ صافي يا خويا الله يكرمك على شي بنت. صافي كاعونا في الله يسد الله يعاوني ويعاونك صافي. صافي دابا عاد جاي فين كنتو فاش وقع الزنزال؟ السلام عليكم خوت كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم معطيني فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليو لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وبالرجل الخوت شويه ديال التفاعل. راكم ما بقيتوش كتفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنحط لكم كل نهار فيديو، ولكن ما كنلقاش التفاعل. كنلقى 2000 ولا 3000 مشاهده في الفيديو، ولكن اذا تلقى اللايكات يلا 60 ولا 70 لايك. ما فيها باس اخويا ولا اختي الا دخلتي للفيديو، ما غادي تخسر والو الا خليتي لي لايك وخليتي لي شي كومونتير زوين بحال واش. بالرجل الخوت شويه ديال التفاعل، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش الا كانت حاجه جديده توصلك حتى الاول. الله يبدا خصك الى قلنا ثلاثة اذ زرتم الثلاثة اش كيتسمى؟ كيتسمى التملص. انسان خاصو يضبط الساعة ديالو ويضبط الوقت ديالو. درنا الخمسة نتلاقاو مع الخمسة خاصها تكون لا ميم كل شوز. عرف ليها لا للعرقلة لا للتشوش وبل للبهجة والسرور. ما عجبنيش الياس المالكي فات الحدود، تعدى حدود الله، تعدى حدود الله، عاد تعدى المغاربة وتحدى إلياس المالكي بغى يدير فيها بطال، ورا شتو شنو دار، صيفط بورقة ديال السبيطار، داكشي اللي دار ما خاصوش يدار، خاصو يمشي للحبس، خاصو يتربى، خاص القانون، خاصو يدخل للمسطرقة، خاصو من 10 سنين ديال الحبس حتى 20 عام، الإعدام. علاش؟ حيت هو خدا حقو بيدو. داكشي اولا اعتداء على مواطن في الشارع العام، بلطجي بلطجي الياس المالكي. وراه انا براسي هددني قال لي بربي انا ضحكت معاه نجي لعندك حتى الجديده قدام دارك ونغوت الياس المالكي. هبط عندي وقال لي تجي عندي نسلخ ندير لك هادي. الياس المالكي مشيتي فيها ياك انت كان صاحبك؟ صاحبي لا ماشي صاحبي اخويا. لا 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 كنطلع معاك، انا ما كنسبش ما كنعيرش ما كنديرش السب والشتم والقذف ملي كنطلع معاك. خاصكم الحبس نتيا وياه. فيك مسكين مات وحيق. شعيب شعيب شكون هي هادي؟ راه هادي هي اللي عاودت لك عليها، وهادي هي اللي كنت على قبل غنتاح. هي هادشي كامل فهمناه، ودابا علاش جايه؟ ياك شعيب هادشي كله دغيا نسيتيني. بارك اختي من الدراما وخلينا نشوف حالنا. لا ثاني شوف شعيب انتيا بغيت ندير الدري وسيري معاه وخليني نعيش فيك. انا اللي غنتزوج غير شي دابا. انا اللي غنتزوج منك يا بنت غيرة محلول يا باير يا باير يا باير رجعت لصدري الروح. حنان الأم يا عمي حنان الأم يا باير.
اطلعي 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 لك اسدك اطلعي اطلعي لك اسدك يا بيه يا بيه على ابو الغربه يا بيه اسمح لنا من الوالدين سيدي كنت زوطي ديال العيله كنت باقي العيله تتباع تكون الزوطيه ديال العيله تكون الزوطيه كثر ديال المهطورات ولات عرفتي واحد الزوطيه تكون كبيره جلس قدام شي واحد تيمرا السلام عليكم السلام شحال اخويا هاد المراه هادي قبيله لا وقفي توقف شحال هاد المراه اخويا 46 مزيان تبارك الله سنانها مزيان ها هما اخويا سنانها مزيان ايه تطيب تطيب اخو مزيان راه كانت هادي عندي هادي ما كنتش نطلقها انايا غير عندي جوج وهادي وقع لها مشكل مع الوالده وقت نبيعها وباق مخيره هادي راه الملوي الحرشه اللي بغيتي الصابون تتغني غني غني السيد غني امي انت على حبيبي سمعتي واش طحي شطحي الراجل شويه شطحي ليه وتطشطح اجي غامو الكمانجا اجي تيجي وخو انت دروك السلام عليكم السلام ضرب اخويا هاد المرا طير 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 هاوي واها في خدامه تدير تكس دك وتطيب تطشطح والله كدروا الزوطية بحال اللي خصك خاصك بكري الله يحفظ الله عطاهم الله الحقوق كره باقي تيسقوا عندنا في الزوطية ولا شي واحد تدي شي مرا يدير بها بريز تدي شي مرا يقول لك اخو راه غلطت ليا وانا ما عنديش مال غلط وبغيت شي وحده رقيقه بطاطيني هذه وتزيدك 40 تيبي لها الخراج وقلع رب لها الفريق ما كاينش البزاح جالسي لا ماما جالسي جالسي ليا في هذا في الطوموبيل جالسي لي فوق الطوموبيل لا تحرك ساعه يطيحوا ولا شي مصيبه قال لك والله لا نضاو لا نضاو لا نضنا حتى انا ما عرفتش شنو ندير معاهم اختي هادو سايبينهم بقاو كيغوتوا عرفتي كيرجعوا يدكم من وجهك تعرفيني انا ما كنقدر على الدابيزه والو ما تضربيهمش يا ماما خرجي خرجي شي حاجه في يدك خلعيهم صافي هذا ما كان باش اختي انا عقروني اختي اتشبي اتشبي جالا اليوم طلع على امه وقليل انا في الباب ها انا حداك ها انا في الطوموبيل ها كنت الحبيبه يا بنتي شوفي في تعزين اختي شوفي شوفي شي بس ما جي بس ضربته جاي مسكينه نطلع على مو مسكين هادشي راه في الميني كان ندير هادشي في الميني كان هادي زيديها سخوط هادي ويتي سخوط بالله طلع على مو مسكين حمزة إلا تزوجتي في بيتي تسكن مراتك نسكنها مع الوالدة ياك أمي هاك بالرب بلا سكنتي هنا معايا ما قال لك أنا عندي وتين المامونية هاك عندي العصا هذا قال لك كتب هذيك شرفه ما عندناش فين تقيل والو شرفه اه كتب هذيك شرفه شوفوا اخوتي رحنا ثاني جاري وفاقا هذه باقه ملي قلت له اخوتي راه مالك قال لك ما نفتح حساب المتضرر على هذا الزلزال هذا المهم اخوتي انا ما نساهم لا بحالي ولا بما ولا بليكوش كل واحد كيساهم باش قد والله يعاون الجميع الله يعاون اي واحد ربي غير يخلفها له بالعشرات فرحانه ان بزاف الناس ساهموا بالقليل ولا بالكثير فرحانه بزاف مثلا اليوم غنساهم باش قديت وغادي نشارك معاكم انا ما كنت لكم ما نشري ولا فراش لا والو غادي نساهموا بها فلوس من الحساب اللي فتح سيدنا الله ينصر الله يطولنا في عمره المهم اخوتي دابا راه حنا في الدار التجاري وفاق دابا حنا غادي نقضي حطها في الشاشه سيدنا الله يطولنا في عمره الله يخلي لنا المهم هذا باش قدرني الله نفوس العزاز هانتوما انا قلت على راه علينا هانتوما خوسي علينا 10000 درهم قال شي حاجه هانتوما خوسي هانتوما هذا باش قدرني الله خوسي الله خوسي راه عندنا بزاف ديال الامور ما كرهش نساهموا اكثر والله شاهد علينا خوسي العزاز ما كرهناش نساهموا اكثر ولا اني غنساهموا بالقليل ولا بالكثير حتى حنا غادي نمدوا يد المساعده لخوتنا المتضررين المهم راه كاين اللي ساهم بالكثير كاين اللي ساهم بالقليل الله يجعل مش غادي كي الف فرق تهني بها وربي تيعاونك يا سيدي بخير بخير خوتي عزاز كيحمل الوان حنا هذا باش قدرنا الله غنساهموا انا والراجل ديالي هنايا انا راه شي 150 الف ريال هذا باش قدرني الله المهم خوتي عزاز بحال غيساهموا ب 150 الف ريال واقيلا غادي غيتصوروا تما حدا هذيك البنكه تيكملوا الفيديو ويقلبوا يزيدوا بحال هكا بحال هاد الماركه هادي راه ما كتعطيش غير كتشد راه اللي مولف تيشد ما عمرو يعطي وانا على يقين في الهضره اللي تنقول لكم والله بحال هاد الماركه ما تعطيش شي حاجه بالله
يتصوروا قدام الناس حنا زعما راه كنساهموا وداك الشيء، غادي يصوروا الفيديو غادي يديروا الفلوس في البسطه، ما تقلب ترجع بحال هكا للطار.